في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلاب الصف الخامس الابتدائي مدرسة الأندلس الابتدائي البنين، معكم الأستاذ خالد فيصل مدرس العلوم الشرعية. أبنائي الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحصة الجديدة من حصص التربية الإسلامية، وهي الحصة الثالثة من درس التذكير بآيات الله تعالى. هذه الحصة يا أبنائي الأعزاء ستقتصر على التعرف على أهم ما استفدنا من درس التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى من معان إيمانية وفوائد دنيوية أيضا. لنفتح جميع الطلاب على الصفحة 25، نعم على الصفحة 25، نعم، ويقرأ كل منا بعض الدروس المستفادة من الآيات في أسفل الصفحة. أيها الطلاب الأعزاء، لنقرأها لمدة دقيقتين. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم طلابي الأعزاء. من خلال الحصتين الماضيتين تعرفنا على الآيات الكريمة تلاوة صحيحة، وتعرفنا أيضا على معاني الكلمات القرآنية الواردة فيها، وهذا كله ساعدنا على فهم المعنى العام للآيات الذي يفيدنا في استنباط الدروس المستفادة من الآيات. ليقرأ واحد منكم الفائدة الأولى. جزاك الله خيرا، سأقرأها أنا. واحد: الله عز وجل خالق كل شيء. خالق كل شيء، كل شيء أيها الطلاب في هذا الكون من مخلوقات الله، الله هو الذي خلقه خالق كل شيء. نعم. الفائدة الثانية، نعم أحسنت، الفائدة الثانية: آيات الله سبحانه وتعالى في كل مكان أمام أعيننا. لو نظرنا إلى السماء، الآية الشمس، القمر، النجوم، السماء بلا أعمدة. لو نظرنا إلى البحر، ضخامة البحر، البحر كبير، البحر في أعماقه مخلوقات عظيمة لا يعلمها إلا الله. نعم. لو نظرنا إلى البر، الغابات، الأشجار، الوديان. لو نظرنا إلى الأطعمة، الخضروات في أنواعها العظيمة. أيضا كل شيء في هذا الكون يدل على أن الله عظيم، وهو آية أي دليل على عظمة الله وخلقه. نعم. الفائدة الثالثة أيها الطلاب، أحسنت، الفائدة الثالثة: الذكرى تنفع المؤمن. يعني رب سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم ليذكرنا ويدعونا إلى الإيمان بالله، وأن الله خلق كل شيء، وأن الله عظيم وقادر على كل شيء. فمن صدق الرسول وآمن بهذا الدين وذكر به وتذكر به فإنه سيفوز إن شاء الله برضا الله وجنته، ومن أعرض وتولى وكذب وكفر سيخسر وسيكون مصيره النار، ويكون هذا التذكير من الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال كتب السماوي عليهم حج على الكافر يوم القيامة، بأنك أيها الكافر أرسلت إليك الرسل وأنزلت عليهم الكتب ليدعوك هذا الرسول إلى هذا الدين العظيم، لكنك توليت وأبيت واتبعت الكفر. نسأل الله العافية.
الفائدة الرابعة أيها الطلاب، أحسن، كل الناس سيرجعون إلى الله ليحاسبهم. من العدل أيها الطلاب، كيف من العدل؟ من عدل الله يوم القيامة أنه سيحاسبنا على أعمالنا، فيجازي المؤمن الذي كان يعمل الصالحات الأعمال الطيبة على إيمانه وأعماله الصالحة، ويجازي الكافر على كفره وأعماله السيئة وما صدر منه من كفر وظلم في هذه الدنيا، يستحق عليه العذاب في نار جهنم. نعم، الفائدة الأخيرة، أريد كل واحد منكم، غير موجودة في الكتاب، تركت لكم للتفكر واستنباط هذه الفائدة بجهد منكم إن شاء الله. أحسنتم، كثيرة الفوائد، لكن نثبت الفائدة. الأدلة على وحدانية الله رب العالمين كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات أدلة على أن الله رب العالمين، هو رب العالمين وحده، هو رب العالمين، هو الخالق وحده، هو الرب وحده، ويوجد مخلوقات وآيات أخرى كثيرة لم تذكر في هذه السورة، ذكرت في القرآن الكريم ووجدت في هذا الكون، كلها تدل أيها الطلاب على عظيم خلق الله، وأنه الرب وحده المستحق للعبادة، أنه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. نسأل الله الرضا والفوز بجنته إن شاء الله تعالى. بعد أن تعرفنا أيها الطلاب على الدروس المستفادة للآيات الكريمة، نطبق منها ونأخذ غلق الهدف الأول، وهو حل السؤال السادس في الصفحة 27. افتحوا أيها الطلاب على الصفحة 27. نعم أيها الطلاب، سيكون السؤال السادس هو غلق لهدف ما يستفاد من الآيات الكريمة. يفكر كل واحد منا، لكل طالب يفكر ليستنبط ويتذكر ماذا تعلمنا من الدروس المستفادة. نعم، الفائدة الأولى، الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، نعم، الله خالق السماء، خالق الإنسان، خالق البحر، خالق كل شيء. أحسنتم. الفائدة الثانية، آيات الله في كل مكان. أي أيها الإنسان، لو نظرت في هذا الكون، في أي مكان من هذا الكون، ستجد مخلوق ودليل على قدرة الله وعظمته، في البر، في البحر، في السماء، في أي مكان، في نفسك أيها الإنسان، وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ نعم. الفائدة الثالثة، الناس مختلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم أيها الطلاب، في هذه الدنيا يختلف الناس في معتقداتهم وأعمالهم، فالذي يفوز هو المؤمن المصدق بالله سبحانه وتعالى ربا وخالقا لكل شيء، والخاسر هو الكافر الذي كذب الرسل وتولى وأعرض ولم يؤمن بهم ولم يتبعهم. نسأل الله العفو والعافية أيها الطلاب أيها الطلاب الأعزاء. نعم أيها الطلاب الأعزاء، سنكمل ما تبقى من حل التقويم إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الفقرة الأولى، الإيمان يكون بالإكراه، يعني بالإجبار، لنرى الإجابة. خطأ. أحسنتم، لا إكراه في الدين. الفقرة رقم 2، آيات الله تعالى أمام أعيننا، أي لو نظرنا في أي مكان هل نرى مخلوقات تدل على قدرة الله؟ نعم أحسنتم، صحيح، نظرنا إلى السماء تدل على عظمة الله، إلى البحر، إلى جميع مخلوقات الله تدل على عظمته سبحانه وتعالى. الفقرة رقم 3، يعود الناس إلى ربهم يوم القيامة للحساب،
لنرى. صحيح، يعود الناس إلى ربهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم، فمن آمن وصدق بالرسل سيفوز بالجنة، ومن كفر وتولى سيخسر ويدخل النار، نسأل الله العافية. الفقرة الرابعة أيها الطلاب، التذكير بآيات الله تعالى يكون لغير المؤمنين فقط؟ يعني هل يكون التذكير لغير المؤمنين؟ نعم، يكون للمؤمن الذي صدق بالله سبحانه وتعالى باتباع الدين الصحيح، دين الإسلام وتصديق الرسل، ويكون أيضا التذكير بآيات الله لغير المؤمنين ليكون حجة عليهم يوم القيامة، حتى لا يقول الكافر يا رب ما جاء أحد دعاني، يا رب ما قرأت في كتاب، فيكون الرسول أرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم حجة عليهم. لذلك يجب أن نذكر غير المؤمنين وندعوهم إلى الإيمان ونذكرهم بمخلوقات الله وقدرته، فمن آمن نجا ومن كفر خسر. نعم، إذن صح يكون لغير المؤمنين أيضا. ننتقل أيها الطلاب إلى السؤال الخامس من التقويم، من أسئلة التقويم، وكل طالب يقرأ الفقرة الأولى. أحسنت، أحسنتم جميعا، سأقرأها. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فراغ الناس بآيات الله تعالى. لنرى ما مهمة النبي. أحسنتم، تذكير الناس بآيات الله تعالى، وليس إجبارهم، لأنه ليس هو عليهم مسيطر، إنما هو رسول ومبلغ ونذير وهادي صلى الله عليه وسلم. الفقرة الثانية، أحسنتم، مرجع البشر جميعا إلى الله تعالى. البشر أي الناس، أي أن جميع الناس يوم القيامة جميعا إلى الله تعالى. ماذا مرجعهم؟ لماذا؟ انظر الإجابة، ليحاسبهم على أعمالهم، فمن آمن وعمل صالحا فاز بالجنة، ومن كفر وعمل السيئات فقد خسر ومصيره إلى النار. نسأل الله يا أولادي العفو والعافية والفوز بمرضات الله وجنته، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.